والمرأة. وأهم حاجة دايما الناس أول ما يشوفوا هاني بيعرفوا إن في جزء للمرأة في حياته وهي نهلة. فإحنا النهاردة يعني طبعا المهرجان كله عن المرأة، وتكريما للمرأة العربية ودورها في خدمة مجتمعها. ويمكن النهاردة لازم نتكلم عن نهلة ودورها الكبير في حياة هاني شاكر. زي ما المرأة ليها دور فعال خارج بيتها، أيضا المرأة اللي هي بيبقى ليها دور فعال داخل، إن هي تبقى في ظهر هذا الفنان، علشان البيت لو حلو الفنان هيستمر. أكيد. ويمكن استمرار هاني شاكر وتواجده على الساحة كان في جزء ان بيته مستقر. الحمد لله يا بوسي. والله يا نهلة انسانة جدعة وانسانة جميلة وشايلة كتير عني الحقيقة في البيت، وانا برضو شايل عنها كتير في البيت بصراحة. طبعًا. بنريح بعض طبعًا. يعني على قد ما بنقدر احنا، الحياة لازم يبقى فيها مشاركة. فربنا يخليها لي يا رب، ويخليها لشريف ومجدي ومليكة. هي نورت البيت طبعا نهلة، وربنا يسعدها ويخليها لنا يا رب، ويقدرنا كلنا على اننا نريحها، ويقدرها على انها تريحنا. اكيد اكيد. وانا ببعت لها كل التحيه وكل الحب، وهي من زي ما انا ما بقول وراء كل رجل عظيم امراه، وهي امراه عظيمه وراء النجم الكبير، نجم الغناء في الوطن العربي النهارده.